مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إيم بوكس على شاشة صدى البلد. زي ما عودناكم دايما معانا فقرات مختلفة ومتنوعة ومتميزة وكمان فنية. هنتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة، بس الأول أسلم على فاروق. يا نوران، ازيك؟ يا مساء الفل عليك. إيه؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. حلو، الحمد لله. يا رب دايما الحمد لله. معانا ايه النهارده؟ يا مساء الفل يا جماعه، النهارده معانا يعني يوم فني كده لطيف جدا ان شاء الله يعجبكم. نبدا معاكم من الاخر الاول ان شاء الله، يعني الجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا فقره عيش صح، وكمان برجك ايه لكل الناس بقى طبعا اللي بتحب يعني تعرف كل حاجه عن ابراجها وتوافق الابراج مع خبيره علم الفلك والابراج سابي ان شاء الله. حلو جدا. اما بقى في الفقره الاخيره من الساعه الاولى من إيم بوكس هيبقى معانا فنان اسلام فكري. الفنان اسلام فكري يمكن حب يعيد تاني مشاهد كتيره قوي، افيهات كتيره قوي تربينا عليها وتعودنا ان احنا دايما نرددها في حياتنا. كانت الافيهات دي دايما موجوده في السينما او في المسرح او في الدراما. اسلام بقى حب يعمل يعيد احياء الافيهات دي من خلال رسومات كاريكاتوريه جميلة وجديدة جدا جدا. عمل كلها محفوظة في دماغنا، كتيرة مختلفة بالظبط، وعمل حوالي يمكن 100 مشهد كوميدي برسومات كاريكاتورية. عمل تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها منه في الفقرة الأخيرة، هتبقى فقرة لطيفة جدا، تابعونا للآخر إن شاء الله. أما بقى الفقرة التانية اللي معانا النهاردة يا جماعة، أكيد طبعا يعني المفروض يعني الكورونا عايشة معانا لسه ما خلصتش لحد النهاردة. في أبحاث علمية اتعملت الفترة اللي فاتت واليومين دول عن فيروس كورونا، يعني ممكن يسبب ايه تاني غير اللي بيعملهولنا دلوقتي، فلو ان ليه علاقة وارتباط يعني متلازم كده وماشيين بالتوازي مع بعض مع النوم. لو ان فيروس كورونا ممكن يأثر عليها بشكل سلبي جدا ومن كذا عامل بقى طبعا بأكتر من رأي معانا وأكتر من دراسة هنقولها كمان شوية معاكم، ان ممكن الناس من كتر ما هي خايفة من فيروس كورونا بشكل كبير وممكن يأثر علينا، فده بيسبب مشاكل كبيرة جدا في النوم وكمان بيعمل اضطرابات بشكل مختلف. حلو جدا. ويمكن فعلا خلال فترة كورونا ناس كتيرة قوي بسبب قعدتها في البيت بشكل مستمر أو بشكل أكبر بكتير من الأول، فعلا مواعيد نومها اتغيرت، الساعة البيولوجية يمكن اختلفت، بيبقى عندهم أرق بشكل كبير، ما بيناموش في نفس المواعيد اللي كانوا متعودين عليها، ده بيسبب أرق في النوم بشكل كبير جدا، وكمان بيبقى ليه توابع منها بقى الأحلام الوحشة أو الكوابيس. تفاصيل كتير قوي هنتكلم فيها فعلا في الفقرة التانية. أما دلوقتي فإحنا معانا فقرة لطيفة جدا، فقرة فنية لطيفة جدا. الفقرة دي مهداة للفنان محمد هنيدي، الفنان الكوميدي الرائع اللي انا بحبه جدا ودايما بقدر اي دور هو بيعمله لانه بيفضل مأثر فينا وفي السينما. يمكن كان ليه شخصيات كتيره جدا عملها في السينما، في المسرح، في المسلسلات، في اي حاجه محمد هنيدي بيعملها دايما لازم يبقى ليها طابع خاص، والشخصيات دي دايما الناس بتردد افيهاتها بشكل كبير. هو عشان ليه بصمه مرونه مختلفه بالظبط، هو نبره صوته، طريقته، لبسه، افيهاته، هو هنيدي. هنيدي كل واحد من أصغر واحد لأكبر واحد هتلاقيه بيحب هنيدي. حتى الأفلام الكرتون اللي كان بيعمل الدوبلاج بتاعها وبصوته برضو علمت مع الناس بشكل كبير جدا. سوبر هنيدي. يمكن تيمون وبومبا كان هو ليه برضو دور في المسلسل ده. كمان في اللي هي شركة الأشرار المتحدون أو حاجة كده. المرعبين المتحدون. شركة المرعبين المتحدون. يعني حاجات كتيرة جدا محمد هنيدي عملها وأثرت فينا بشكل كبير وما زالت بتأثر كمان في المشاهدين سواء بقى الأطفال أو الكبار. عشان كده احنا معانا آية ناجي بنوتة لطيفة جدا حبت تهدي المشروع ده للفنان محمد هنيدي من كتر إعجابها بفنه وبأعماله وبأدواره وبالشخصيات اللي قدمها، فهي قررت أنها ترسم كل شخصيات الأنبياء محمد هنيدي في مسيرته الفنية بس بدون ملامح. يمكن هي زي مثلا بتوثق الشخصيات دي بشكل مختلف شوية. المشروع سميته هنيديات، يعني هو الموضوع طبعا مرتبط باسم محمد هنيدي زي ما هو معانا على الهواء. هي ابتدت تفكر في أغلبية الشخصيات اللي عملها الفنان الكوميدي محمد هنيدي، وطبعا هي ابتدت من خلال الشخصيات دي ترسمها لكن بدون ملامح. إيه؟ دي همام في أمستردام من خلال البدلة طبعا. سعيدي في الجامعة الأمريكية. سعيدي في الجامعة الأمريكية، آسف. يعني البدلة طبعا الصفرة بتاعته المميزة، خلف الدهشوري، خلف. فكل حاجة هتلاقيها دايما بتعبر عن شكل الشخصية. فنشوف الشخصية التانية دي إيه. طيب دي طب خلينا ناخد امير البحار. امير البحار. ايه يا ميرو، مالك يا ميرو؟ طيب احنا معايا معانا ايه ناجي على التليفون عشان نعرف منها تفاصيل مشروعها اكتر. ازيك يا ايه، عامله ايه، منورانا؟ الحمد لله تمام شكرا. ايه الحلاوه دي بقى، ايه الرسومات الحلوه دي؟ ربنا يخليكي. طيب عشان هنيدي بس مش اكتر. احكي لنا ايه عن المشروع بقى، الفكره جات لك ازاي؟
هي الفكرة نفسها يعني كانت بشكل عام من الشخصيات أصلا في الأفلام بالذات هنيدي يعني بيعرف يمثل الشخصية بالملامح نفسها واللبس بتاع الشخصية. يعني أنا ما فيش أصلا ملامح للوش نفسه، بس في مثلا الشعر، اللبس، في حاجة مهمة ملفتة نعرف بالشكل بس الخارجي ده دي شخصية الشنب، النظارة، البدلة، بالظبط دي حاجة مهمة احنا نعرفها. فهو بالنسبة لي هنيدي اصلا يعني انا بحبه جدا، وهو عرف يجسد الشخصيات دي كلها ويخليها في دماغنا واللي احنا ممكن نتفرج عليها 100 مرة ما نزهقش اصلا. دي حقيقة. طيب اشمعنى هنيدي تحديدا اللي اشتغلتي عليه؟ عارفين ان انت بتحبيه، يمكن شخصياته احنا كلنا متأثرين بيها وحافظين افهاتها كلها، لكن ايه اللي كنت بتدوري عليه في المشروع بتاعك او في رسوماتك؟ هو اولا زي ما انت قلتي فعلا انا بحب الشخصيات نفسها بتاعت هنيدي، انا بحب هنيدي جدا بالنسبه لي ده نمبر 1 يعني. نمبر 2 ان هو اصلا شخصياته من اكتر ممثل فعلا بيعرف يخلي الشخصيه من غير ملامح الوش، تفاصيل الوش تبقى واصله. فهي دي كانت اكتر حاجه من الفكره بتاعت المشروع كلها، ان هي كانت توصل الشخصيه بتاعت الفيلم او المسرحيه او ايا كانت هي ايه العمل الفني يعني، كان بيوصل من خلال بس الاوتفيت نفسه والتفاصيل باينه في الشعر، في زي النضاره، البيبيون مثلا، الحاجات اللي هي مهمه وفي نفس الوقت هي وصلت لي فكره ان هو دي الشخصيه الفلانيه. كم شخصيه عملتيها ايه حوالي مثلا؟ دول 7 طبعا مش كل الافلام بتاعته، بس في حاجات تانية كتير، بس هي بس الوقت كان بالنسبه لي صعب شويه. طب هل عرفتي توصلي مثلا للفنان محمد هنيدي او توصلي له الرسومات اللي انت عملتيها لافلام ومسلسلاته؟ لا هو للاسف لا، انا نفسي والله جدا يعني، انا عملت اصلا اكونت على تويتر لان هو اكتف جدا عليه، فعملت فعلا اكونت عليه وعملت له منشن بس تقريبا ما وصلتلوش يعني. هيشوفها ان شاء الله. طب عملتي حاجه تانية برضو يا ايه، ولا هو بس كله مرتبط بهنيدي؟ لا لا هو البروجكت كامل كان على هنيدي يعني، ان شاء الله هكمل في نفس الستايل ده اللي هو شخصيات للممثلين من غير برضه ملامح للوش، بس الاوتفيت وحاجات مميزه في الشخصيه نفسها. طيب ايه قولي لي، يعني انت كنت بتختاري الشخصيات بناء على ايه؟ انت عملتي لحد دلوقتي 7 شخصيات، هل كنت بتخشي تذاكري كل شخصيه، تتفرجي على الفيلم اكتر من مره، تعرفي تفاصيلها، الافيهات اللي بتتقال، الملامح، الايماءات، اي حاجه ليها علاقه بالشخصيه، هل كنت بتدرسيها او بتذاكريها بشكل معمق؟ بصي هو بما ان انا كنت بحب يعني انا بحب الفنان اصلا نفسه، بحب هنيدي، فانا كنت حافظه الافلام دي يعني، كان بالنسبه لي انا بختار برضه الحاجات اللي انا بالنسبه لي عارفه الشخصيه اكتر، عارفاها اكتر، فكنت بدي فيها اكتر. كلها فعلا شخصيات مأصلة فيها يعني، كلها بنحبها بالظبط. والإفيهات كمان انت حطاها يعني جنب الصورة او الرسمة عشان توضحها. طب انت بتفكري تشتغلي على شخصيات تانية في المستقبل لفنانين او نجوم تانيين؟ يعني ان شاء الله بس لسه بدرس برضه، لان انا عايزة اعمل يعني حد يكون برضه بيوصل، يعني مش فكرة تقليل من اي فنان تاني، بس الفكرة ان هو في حد بيوصل شخصيات كلها باللبس بتاعه بشكل حاجة معينة مميزة قوي عن غيره. يعني في ممثلين كتير طبعا افلام كتير حلوة، بس ممكن ما يبقاش الاوتفيت مميز قوي، ما يبقاش في حاجة مميزة قوي، نفسه مش يعني يبقى معلم مع الناس او مميز. بالظبط. عندك برضو في من ضمنهم عندك الفنان احمد مكي، عندك محمد سعد، دي برضو شخصيات مختلفه صح. وعملوها ومأثره فينا بالاوتفيت بس الشكل الخارجي بتاعه وكده، هو كان فعلا بيبقى باين شخصيه ايه دي حقيقه. طيب ايه انت يعني في الاساس اصلا انت مصممه جرافيكس ولا انت ايه؟ انا جرافيك ديزاينر. طيب والمفروض بقى كل صوره من دول بتاخد معاكي وقت قد ايه؟ هو انا اشتغلت على البروجكت ده في خلال اسبوع، بس هو كان اسبوع يعني وقت برضه شويه لان كان عندي شغلي، فكنت بعد ما بخلص بقى شغلي الاساسي كنت باخد كده كل يوم من جزء اقعد ارسم شخصيه، فعلى مدار الاسبوع طلع الشخصيه بتوعي. طيب ايه قولي لي، انت ردود الفعل كانت عامله ازاي بقى من الناس على السوشيال ميديا، اصحابك، الناس اللي حواليكي، ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه جدا، بلس ان كانت الناس كلها شخصيات بالنسبه لها واضحه، فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. انا كنت عايزه اوصل كده فعلا، دي اهم حاجه انا الشخصيه نفسها فيها، ايه ده فيلم كذا كذا، فدي كانت اهم حاجه فعلا سمعتها في الافعال ان الناس عارفه الشخصيات يعني. طب نفسك في ايه الفتره الجايه؟ نفسك تعملي ايه تاني؟
هو البروجكت ده انا هكمل عليه ان شاء الله. يعني فعلا احمد مكي يعني كشخصيه فعلا مميز جدا برضو كستايل، وفي شخصيات كتير قوي هو عملها تقدري تلعبي عليها يعني. دي حقيقه، دي حقيقه، فكبير قوي. لا في حاجات كتيره يعني فعلا. كفايه المسلسل ده لوحده باجزائه كلها. بالظبط والله. بكل الشخصيات اللي هو كان قايم بيها في المسلسل نفسه اصلا، هو واللي معاه وهديه ولا شخصيات كتير قوي، في افيهات كتير اتعملت في المسلسل هتقدري ان انت تشتغلي عليها بشكل كبير وتبقى ماده حلوه جدا ليكي ولرسوماتك. نشكرك جدا يا ايه، نورتينا وبالتوفيق دايما. ميرسي جدا ليكي. شكرا جدا ليكي يا ايه. برضه يعني الناس بتحب تعمل الحاجه اللي هي حباها يا نوران واللي شايفاها قدامها. يعني مثلا هنيدي كل الافلام بتاعته دي كلها احنا حافظينها، انا بموت في بشخصياته هنيدي. كلها يعني كفايه حتى دلوقتي هو بيكتب على اي حاجه على السوشيال ميديا هو تحسي بيتكلم، التويتس بتاعته غريبة، بتموتني من الضحك. لا غريب يعني افيه هي لوحدها بتبقى افيه والله، بتبقى تلقائيه جدا لان هو اصلا بطبعه ان هو شخصيه دمها خفيف وهو كوميدي وهو في طبيعته كده بالظبط، محبوب مش مثلا بيطلع كده قدام الكاميرا بس، لا هو كمان شخص موهوب جدا ومحبوب جدا وبيتقن فعلا كل الادوار، بدليل ان هي اثرت فينا كلنا، كلنا حافظين افيهاته، عارفين تفاصيل شخصياته. الفيلم اللي بيعمله محمد هنيدي لما تتفرج عليه أكتر من مرة عمرك أبدا ما تزهق ولا تمل ولا تقول خلاص بقى أنا حفظته، يعني نشوف حاجة جديدة. ودي يعني حاجة بسيطة جدا تهدى للفنان محمد هنيدي لأنه يستاهل أكتر من كده بكتير. بالظبط كده. طب إحنا كده خلاص خلصنا كلامنا عن الموضوع ده، وأروح معاكم بقى يا جماعة بعد الفاصل. يعني في دراسة بتفسر وبتقول إن كثرة الأحلام والكوابيس ليها علاقة بالكورونا، الكلام ده صح ولا غلط؟ خليكم معانا بعد الفاصل. طيب بصوا يا جماعه، يعني الفتره اللي كان فيها حجر منزلي الفتره اللي فاتت وبالاخص وقت الحظر، يعني اكيد معظمنا حصل له لخبطه كده في الساعه البيولوجيه بتاعتنا، يعني المواعيد النوم اتلخبطت، اللي كان بينام بدري ما بقاش بينام بدري زي الاول وهكذا، حصل لنا شويه تشتت ولخبطه كبيره جدا في دماغنا. ده بقى يعني طلع ليه اثار، وكمان في ابحاث اتعملت على القصه دي من خلال طبعا التوتر اللي احنا كنا عايشينه وما زلنا كمان لسه عايشينه لان لسه الكورونا ما خلصتش يعني، لكن الفتره اللي فاتت كانت اكبر شويه من اول شهر مارس اللي فات. لو ايه بقى؟ لو ان الابحاث دي ليها علاقه بشكل كبير جدا على اضطرابات النوم، يعني من الاخر من كتر التوتر اللي احنا بنمر بيه او مرنا بيه، ومن كتر كمان خوفنا من الاصابه بالكورونا، وكمان وقت العزل المنزلي او الحجر المنزلي بالاخص ده خلانا نحلم بكوابيس بشكل اكبر، خلانا نبقى عندنا يعني دماغنا شغاله في منطقه سلبيه بشكل مش لطيف، وكمان برضو بشكل اكبر بكتير عن الاول. لكن الابحاث دي اكيد علميه كلها واتعملت من الخوف بالنسبه لنا. يمكن الناس الموضوع ده خارج عن ارادتهم شويه، لانه الفتره اللي فاتت وقت يعني الذروه بتاعت الكورونا كان العالم كله حتى قنوات الاخبار العالميه والعربيه كانت بتتكلم عن الكورونا، دايما بتتابع الاحداث، بتتابع التطورات، اي جديد، حالات الاصابات وصلت لقد ايه، حالات الوفيات ايه، العجز اللي موجود في المستشفيات ايه، اللي محتاجه الناس تعمله عشان يبقى تتجنب العدوى بفيروس كورونا، كل ده كان مخلي الناس غصب عنها تتابع الاخبار سواء بقى على السوشيال ميديا او عن طريق التلفزيون او هم قاعدين مع بعض بيتكلموا، فطول الوقت محاطين باخبار الكورونا. فطبيعي لما تيجي بالليل تنام، قبل ما تنام هتبقى يا بتتفرج على برنامج يا على نشرة اخبار، يا اما ماسك الموبايل بتشوف الاخبار فيها ايه، فهتطلع لك تقارير واخبار دايما عن الكورونا. فلما بينام العقل الباطني بيشتغل، بيبدا بقى يشوف كوابيس، يشوف احلام، يشوف انه ممكن هو لا قدر الله اصيب بالكورونا، حد من قرايبه او حاجه تانية بعيده عن الكورونا، ان هو توفى او حد حصل له حاجه وحشه، فبيصحى منزعج جدا. ليه؟ لانه ده من التاثير النفسي اللي تعرض له قبل ما ينام بسبب الاخبار الوحشه والاخبار المقلقه اللي احنا عايشين فيها طول الوقت، فده سبب طبيعي انه يعمل. بصي من ضمن الحاجات دي يعني ده على حسب كلام البروفيسور مثلا مارك قال ايه، الراجل ده قال ان احنا ممكن اغلبيه الناس اللي ما كانتش بتروح اشغالها الفتره اللي فاتت كانوا بيتعرضوا لحاجه اسمها حركه العين السريعه وقت النوم. يعني الناس اللي بتنام وقت زياده عن اللزوم اكتر من الوقت بتاعها الطبيعي، يعني بيحصل لها ان هي بتخش في المرحله دي اللي هي العقل الباطن بتاعها بيبتدي بقى ايه يهلو شويه. أيوة. يطلع الافكار السلبيه، تبتدي كمان انت تصحى من النوم فاكر كل حاجه من الحلم بشكل سلبي للاسف مش بشكل ايجابي، بتلاقي ده لو الحلم وحش. يعني انت بتخش في تفاصيل الفيلم بقى
الفيلم الرعب ده لمدة طويلة شويتين ثلاثة. طبعا الموضوع ليه علاقة ان احنا لما بنزود اي حاجة عن حدها طبعا بتقلب لضدها حتى كمان في النوم. ما هو طبعا واحد دلوقتي مثلا بينام 15-16 ساعة، هو طول فترة النوم دي اكيد هيحلم. وخصوصا بقى لما يكون قرأ اخبار وحشة فهينام فهيحلم بيها. فالحركة النوم السريعة أو حركة العين السريعة دي اللي هو نمط من أنماط النوم ده بيقول أنه لما الواحد بينام عدد ساعات كبيرة جدا أو زيادة عن المعدل الطبيعي بيحلم أحلام لما بيصحى بيفتكرها بالتفصيل، غير لما أنت أحيانا بتنام مثلا ساعتين ثلاثة الظهر فتحلم حلم تصحى تقول أنا حلمت حاجة بس مش فاكرها أو مش فاكر تفاصيلها هي إيه. ده بيختلف عن عدد الساعات الكبيرة جدا، وده مش صح لأنه الطبيعي أنه الناس تنام 8 ساعات، ده الايديل، ده اللي هو اللي الدكاتره كلهم بينصحوا بيه. لكن بسبب انه قعدتنا في البيت زادت، ناس كتير بقت وركينج فروم هوم، تشتغل من البيت. عمال كتير جدا بداوا يقعدوا في البيت عشان طبعا اشغال كتيره واقفه، فبيناموا براحتهم ويصحوا براحتهم فيسهروا بقى بالليل لحد الساعه 3 4 الفجر، او في ارق اصلا فمش عارفين يناموا. هو في اضطراب في النوم بشكل عام، اضطراب حصل بسبب الكورونا طبعا، بسبب الخوف من الموضوع ده. طبيعي جدا. طيب بص برضو يا جماعه، بصوا يعني من ضمن الحاجات اللي قالتها برضو استاذه علم نفس، قالت ايه؟ قالت ان يعني برضو اغلبيتنا ممكن قبل ما ينام دايما بيفكر في كل السلبيات. احنا اول ما بنيجي نروح خلاص هننام ونروح على السرير كده كل حاجة غريبة لازم نفكر فيها. يا جماعة طب ما نحاول نشد الفيشة شوية، نحاول نفصل كده، ما بنعرفش دايما كل حاجة حصلت من كام سنة فاتت لحد النهاردة لحد المستقبل بكرة عامل ازاي، بنقعد نفكر في الحاجة دي بشكل سلبي وبننام. طبعا بتقول ده بيأثر علينا بشكل كبير جدا وقت نومنا، بنشوف كل حاجة سلبية وكمان أيوة. بيخلينا بننام واحنا مش نايمين مستريحين، ما بقاش في عمق في النوم. طب عايز اقول لك على حاجه، مش في كوميكس كده بتظهر او ظهرت الفتره اللي فاتت على الفيسبوك بعيدا عن الكورونا، لما تلاقي مثلا واحد خلاص او واحده قررت تنام، فلما تيجي تنام تفتكر كل الحاجات الوحشه اللي مرت عليها في حياتها قبل ما تنام. الشريط هو كله بيعدي، الشريط بيعدي قدام عينيها، ومش الحاجات الحلوه، لا الحاجات الوحشه. ده طبيعي، ده احنا كده دي النفس البشريه. ده مش طبيعي، عايزين حاجات حلوه. لا لا ده طبيعي ان انت بتفكر، فالحاجات اللي بتبقى معلمه معاك هي الحاجات الوحشه، لان الحاجات الحلوه بتبقى ايه قليله، ما بتبقاش كتيره. عشان كده الدراسات بتنصح بايه بقى؟ بتنصح ان انت ما تتعرضش لاي اخبار سلبيه قبل ما تنام. ابعد عن التلفزيون او التليفون او اي مصدر تشويش ممكن يشوش عليك قبل ما تنام. حاول تسمع ميوزك، تقرا كتاب لطيف، تنام. طبعا وضعيه النوم لازم كمان تبقى صحيه، وهو يفضل النوم على الجنب اليمين عشان دي بتبقى بتوزع الاكسجين بشكل مناسب في الجسم، والدوره الدمويه بتتحرك بشكل مناسب، والانسان بيصحى يعني جسمه مرتاح اكتر ما يبقى نايم في وضعيات اخرى. ففي نصايح كده معينه الدكاتره والابحاث نصحوا بيها عشان ما تتعرضش للكوابيس والاحلام دي في نومك. رقم واحد وحضرتك بتناموا كده وانتوا لسه بتفكروا يعني النوم هيجي، اول حاجه تفكر فيها حاجه ايجابيه، فكر ان شاء الله ان شاء الله بمستقبل كويس. ما تقولش اصل انا عندي ديون، انا مستقبلي لسه مش ضامن عامل ازاي، انا عندي مشاكل قد كده. كل ده لما بتفكر فيه حضرتك قبل ما تنام بيجي لك في المنام، بيجي لك في الكوابيس، بيجي لك كمان يعني الوقت حتى اللي انت تعبان فيه وهتنام فيهم مش هتكون مستريح. طب ما ننام بقى شويه دول واحنا مبسوطين على الاقل ونستريح فيهم. فكر ان احنا ازاي ان شاء الله نخلي كل حاجه حوالينا لشكل افضل. محدش يضحك على كلامي، يعني فكر مثلا انك موجود في مكان حلو قوي، فكر ان انت موجوده قدام بحر حتى لو انت ما رحتيش حتى، بس فكري في كده. يعني هتحلم ان هي بتغرق. جميل الموضوع، يعني واخد بالك انت؟ عيش اللحظه، يعني خلي دايما اللحظات الحلوه حتى وقت نومنا ما نفكر فيها، ايه المشكله؟ علشان ده يجي في دماغنا هنا المخ يمسك الافكار دي والحاجات الايجابيه. بحاول والله بعمل كده. طب قول لي فتره الكورونا كان عندك ارق يعني اللي احنا عايشينها دي بتنام كويس ولا عندك؟ لا هو غصب، ما فيش حد الفتره اللي فاتت دي كلها كان بينام كويس. انت كنت كلنا عندنا اضطرابات. انا بالنسبه لي كان عندي ارق، انا عندي اضطرابات في النوم شويه، بصحى كذا مره، ما بعرفش انام متواصل، مش زي الاول طبعا. اوكي، هل بقى بتعمل كده زي الابحاث ما بتقول ان انت بتحاول تفكر باي حاجه ايجابيه؟ بحاول اشتغل على الحته دي شويه،
بحاول ادي لنفسي الطاقه الايجابيه ان انا ان شاء الله يعني الموضوع يبقى افضل. وبتفرق معاك الى حد ما نفسيا، ما اصل الحياه مش سودة بقى يعني، الحياه ان شاء الله كويسه وبنحاول كلنا على قد ما نقدر. ما ده اللي احنا عايزين نقوله بالظبط للناس، انه فعلا احنا مثلا ممكن نفكر زي ما كان فاروق بيقول، لحظه حلوه عدت علينا في حياتنا، حاجه حلوه نفسك تعملها، مستقبلك تفكر فيه بشكل ايجابي مش بشكل سوداوي. ممكن تفكر في انت هتعمل ايه، ممكن تفكر مثلا اخر الاسبوع هتروح فين، هتخرج مثلا مع نفسك حتى تعمل رياضه، تشتري حاجه انت بتحبها. الحاجات دي كلها طول ما انت بتفكر في ايجابيات ممكن تقلل من حده التوتر ولا قلق اللي احنا دايما بنبقى عايشينها بسبب ظروف الكورونا. طيب معانا هبه من السويس، بلد الجمبري. يا احمد يا علي. الو يا هبه. الو الو. طيب هبه الخط قطع. بصي برضو في حاجه كمان من ضمن الابحاث اللي اتعملت، قالت ايه؟ قالت برضو مش بس احنا ممكن من كتر يعني تفكيرنا في الكورونا فبتجينا افكار سلبيه، او بتجينا دايما الكورونا بتجري ورانا واحنا نايمين او كوابيس يعني. لا، ساعات الموضوع بيجي على هيئه حاجات تانية برضو انت بتستغربها، بتلاقي مثلا فيضانات، بتلاقي براكين، بتلاقي زلازل، كل ده وانت نايم. يعني حد يصحى من النوم مثلا يفتكر يا نوران يقول لك ايه؟ يقول لك انا ما اعرفش خير لما جعله خير كده لقيت ان الدنيا فيها براكين، الدنيا مش عارف عامله ازاي. طب ما هو حضرتك قبل ما تنام انت عمال تعمل ده، تحط حشو جواه كله سلبي، فغصب عنك وانت نايم هيطلع لك بقى الحاجات الغريبه دي كلها في الفيلم بتاعك بالليل وانت نايم. فبلاش نبقى يعني 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 عندنا جزء من الحياه يعني صعب شويه اللي فيه كورونا، نحاول احنا يعني نواسي بعضينا، وان شاء الله الابحاث الفتره اللي جايه تطلع علاج للموضوع ده باذن الله. ان شاء الله. بس مش بقى يعني واحنا نايمين برضو متضايقين. طيب احنا معانا ندى على التليفون، نعرف هي بتمر ازاي بقى الفتره دي وبتنام كويس ولا لا. يا ندى ازيك؟ ازيك يا نوران، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه انت؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ قولي لي يا ستي بقى، بتنامي كويس ولا عندك ارق برضو؟ بصي هو كويس مش كويس، المهم ان انا بنام كتير. الناس اللي بتنام كتير. كام ساعه ندى في اليوم؟ يعني مش اقل من 10 15 ساعه انا وظروفي بقى. يا زيدي. طب بتحلمي؟ احنا قلنا على نظريه كده انه اللي بينام كتير قوي بيحلم الاحلام بيصحى فاكرها بالتفصيل، انت بيحصل معاكي كده؟ بصي على حسب، يعني انا لو بحلم بكوابيس بقوم فجاه، ففي اوقات كتير يا اما بنسى يا اما برجع انام واصحى تاني فبرضه ما ببقاش فاكره. فاهمه؟ يعني ببقى فاكره مثلا شفت مين، فاكره طشاش كده، انا ما ببقاش فاكره تفاصيل بالظبط. لكن لو صحيت من النوم طبيعي من غير اي قلق او اي حاجه، لا ببقى فاكراها فعلا. يعني والاحلام بتبقى حلوه ولا وحشه؟ بصي هو على حسب، يعني في فتره كده كنت زهقانه وكنت عارفه الفتره اللي حصلت فيها وفيات كتير جدا وكانت الاصابه فظيعه حوالينا والاعداد كانت كتير قوي. دي كانت بتسبب لي ارق، كنت بقى طول الوقت قلقانه على الناس اللي حواليا، طول الوقت خايفه ان حد يتعدي، اهلي يجرى لهم حاجه، فده كان بيأثر فعلا على النوم كتير. يعني مش بس كوابيس، لا كان ارق كمان، اللي هو كان انت قاعده في البيت في طول الوقت، شغل في البيت، قاعده في، يعني كان زهق كتير، فانت كمان مش عارفه تنامي، فنومك متقطع، فده عامل لك اضطرابات كتير في النوم. طبعا. صح. طب ايه؟ طيب عايزه اقول لك، طب انت بتعملي ايه الفتره دي عشان تحاولي تنامي كويس من غير كوابيس، من غير احلام وحشه؟ بصي هو انا عندي استعداداتك كده، عندي شويه طقوس كده بعملها قبل ما انام علشان ما يعني ما احاولش اقلق، لان انا فعلا الارق لما بيجي لي ممكن اقعد اعيط بالليل كده، الناس كلها نايمه وانا قاعده بعيط عشان مش عارفه انام. معقول؟ لان ببقى تعبانه جدا، ببقى جسمي محتاج ينام وانا نفسي انام بس مش عارفه انام. ففعلا الموضوع بيبقى مقرف جدا. طب ليه يعني؟ ايه اللي بيخليكي تفكري كتير قوي بالشكل ده؟ اه مش فكره تفكير والله، يعني انا بقول لك بحب النوم فانا بنام. هو ارق فعلا. انت بتنامي 15 ساعه ما شاء الله. يعني. بس الارق بيبقى بيصعب عليكي ان انت تخشي في النوم على طول. يعني ممكن انام بسرعه بس اصحى بسرعه، فتلاقيني صاحي في النص بقى مش عارفه انام، ارجع انام تاني. فبقيت اعمل بقى شويه حاجات كده، ممكن اخد دش قبل ما انام، ميه دافيه كده لطيفه. كويس. اشرب حاجه هاديه بحبها، اكل مانجا مثلا، ببقى مبسوطه بالمانجا. مانجا. نوع ايه المانجا؟ طيب يفرق النوع هنا يفرق. يعني القصد يعني انت تاكل حاجات بتحبها فتخليك مبسوط، تبقى داخل نايم كده وانت ريفريش كده، فاهم؟ بحب اسمع مثلا اغاني هاديه قبل ما انام، بتخليني ريلاكس قوي. اوقات كتير لما ببقى عندي ضغط مثلا كتير، او يومي كان صعب قوي وطويل، بتفرج على فيلم حتى لو ما كملتوش، بس اتفرج على فيلم يبقى الريفيو بتاعه لطيف، مش حروب، مش عصاب، فاهم؟ حاجات هاديه كده، حاجات لايت تخليني انام مرتاحه. لكن ما بتتعرضيش لاخبار او تقري اخبار وحشه قبل لا قبل النوم؟ لا
قبل النوم بحوالي ساعتين ثلاثة، ما بحاول حتى لما بقابل أخبار سيئة على الفيسبوك بعمل سكرول داون، ما بحاولش إن أنا أعرف تقريها تاني يوم. برافو عليكي، أنت إيجابية. برافو عليكي والله، برافو عليكي. ما أنا شايفة مشكلة. وشيل لنا كيلو مانجا معاكي كده والنبي يا ندى يعني. وحسيت إن الموضوع أثر فيكي بشكل إيجابي بشكل كويس؟ طبعا بقيت أنام عدد ساعات أطول، يعني حتى لو بقلق من النوم بس برجع أنام تاني بسرعة، فالموضوع فعلا أثر بشكل إيجابي كتير يعني. طب حتى الكوابيس نفسها ما بقاش تأثيرها كبير عليا، اللي هو أنا ممكن أقوم كده مخضوضة من الحلم بس أحاول أهدى وأخد نفسي كده، بعمل تمرين تنفس كده لمدة دقيقة دقيقتين وأرجع أكمل نوم تاني. بالمناسبة يعني تمارين التنفس مفيدة جدا في المرحلة اللي إحنا فيها دي، فعلا بتعمل ريلاكس للجسم بشكل فظيع وبتخلينا نهدى، بتهدي كل حاجة. بس أنا عايزة أنصحك نصيحة يا ندى، يعني حاولي تعودي نفسك تنامي عدد ساعات أقل، عشان لو الشغل رجع ونزلتي هتتعبي. انا عايز اقول لك حاجه، انا بشتغل من البيت، يعني احنا الفتره دي شغالين من البيت، فانا بشتغل برضو 8 ساعات ويمكن اكتر. بس انا بنام بقى بعد ما خلصت 8 ساعات. تمام، طيب كده بقى كويس. 8 ساعات من 24 ساعه، بقيت ال 24 ساعه بتوعي بقى حلوين قوي. الحمد لله، نورتينا ندى جدا. شكرا جدا ليكي. بص ندى قالت حاجه مهمه قوي مرتبطه بالمزاج ومرتبطه دايما بالمود العام. في هرمون عندنا الميلاتونين، ده طبعا المسؤول عن المزاج الحلو وانك تكون يعني مبسوط. ايوه، ده من ضمنها برضو بعض الاكلات او الحاجات اللي المفروض احنا ناخدها قبل ما ننام علشان خاطر تزود الهرمون، تسبب لنا السعاده ونكون هاديين، والموضوع عندنا المزاج العام يكون الى حد ما يعني كويس. من ضمنها طبعا اهم حاجه الموز. يعني تعرف ان الموز بينيم؟ جميل جدا، بوتاسيوم بقى وال يعني انا ما ببقاش عارفه انام، مثلا باكل موز ومعايا كوبايه زبادي، لا فعلا بينيم. ومش بس كده، انا اكتشفت ده، لقيت انه فعلا في دكاتره وفي ابحاث علميه بتقول انه الموز بيساعد بشكل كبير جدا على النوم بشكل عميق وعلى طول، يعني ما يجيبش قرف. شوب موز باللبن كده او موزتين كده تاكلهم، يعني جميل جدا، لطيف جدا. او 2 كيلو مانجا زي ندى كده. لا المانجا دي صعبه قوي قبل ده وقتها بقى يا رمضان، لو سمحت ده عز المانجا دلوقتي يا جماعه. لسه ما حلوتش قوي. لا احنا لا في دلوقتي، لا في شويه حلوين طلعوا، لا كويسين. معتين الشوكي انت اللي خلصتهم تلاقي. بصوا يا جماعه، دلوقتي توقيت المانجا الحلوه والتين الشوكي الفتره دي. طبعا التين الشوكي بالنسبه لنا يعني ده المزاج العالي. اي حد طبعا بيحب ان هو يعيش في سعاده يضرب تين شوكي كده حلو، يعني الموضوع ما يبقى حلو قوي مع الموز باللبن مع كمان طبعا المانجا والشوكولاته. لو برضه لا بص انا عايز اقول لك على حاجه بقى يا فاروق، معلش. الشوكولاته بتسبب السعاده بس ما بتساعدش على النوم، لانه السكريات ما يبقاش للنوم. بالظبط بالظبط، بس يسبب السعاده. بيسبب السعادة الصبح كده بعد الفطار، ممكن تاكل تشوكليت حسب بقى كل واحد حابب ياكلها امتى. كمان في الشوفان، الطماطم، بذور عباد الشمس، اللوز، يعني اكلات كتيره، والجنزبيل طبعا. المشروبات السخنه دي هايله قبل النوم، بتهدي الاعصاب، والكامومايل، يعني في مشروبات كتيره جدا لطيفه بتساعد على النوم بشكل عميق. كمان عايزه اقول لكم، بما ان احنا كنا بنقول لكم يعني على شويه نصايح تقدروا يعني تلتزموا بيها او تتبعوها عشان تعرفوا تناموا بشكل اعمق، منها ان انت تبعد عن اي مصادر الاخبار سيئه، تبعد عن التلفزيون، تبعد عن الفيسبوك، عن التليفون بشكل عام. كمان ممكن تبقى درجة حرارة الأوضة مناسبة ليك وتبقى ملائمة لجسمك عشان تقدر تنام كويس، يعني ولا تبقى حر قوي ولا تبقى تلج، يعني لو التكييف اللي بيخلي العظم يكسر. درجة حرارة لطيفة جدا تظبطها، يعني حسب كل واحد بقى بيحب ايه. درجة الحرارة بتساعد على النوم بشكل جيد. الإضاءة الخفيفة، يعني إما الناس تنام في الضلمة خالص أو على نور خفيف جدا، ده برضو بيساعد إن العين تستريح وهي نايمة وتصحى ما عندكش صداع. وضعية النوم زي ما قلت، إنه الناس تنام على يفضل الناس تنام على الجنب اليمين. كل ما كانت وضعية النوم مرتاحة، كل ما بتبعد برضو عن الكوابيس بشكل كبير. والمخدة دي أهم حاجة. أنت هتقول لي أهم حاجة بقى. الناس بتفتكر إن الموضوع فعلا يعني عادي، لا، وضعية النوم والمخدة بتاعتك لما تكون وانت مرتاح عليها يعني بوضعية مظبوطة، يعني دايما بتخليك برضو نايم مرتاح، لان عندك الفقرات دي اهم حاجة. كمان عايز اقول حاجة، الاكل الكتير، يعني واحد ياكل اكلة تقيلة يدبها كده وينام، ده فعلا بيجيب كوابيس. الموضوع ده ناس كتيرة مجربة. لا، ممكن تاكل تتعشى عشوة خفيفة عشان تقدر تنام كويس وتنام خفيف، لكن الاكل التقيل ده بيتعب جدا، وبرضو ده سبب من اسباب الارق في النوم. اخيرا بقى قبل ما نطلع للفاصل، التلفزيون محدش يسيبه هو نايم. انا بسيبه وانا نايم، بيشوش على دماغه وانت نايم، بيعمل حاجات انت مش عارفها وانت نايم، بتاثر عليك برضو في وقت النوم. وابعدوا التليفون عنكم، والتليفون طبعا نحاول نبعده عننا بقدر الامكان، واي كهرباء، اي شواحن، الحاجات دي كلها برضو بتاثر على بالزبط. الطاقه بتاعت جسمنا. احنا كده خلاص خلصت كلامنا عن الموضوع ده، ويا رب كان نام نوم هادي الفتره اللي جايه ان شاء الله، والناس كلها تكون مبسوطه باذن الله. طيب الفقره الجايه هينورنا الفنان
اسلام فكري اللي بيعمل بقى يعني بعض المشاهد من الاعمال سواء الكوميديه او حتى كمان من الاعمال اللي احنا بنحبها بشكل كاريكاتيري كده لطيف جدا. هيكون معانا بعد الفاصل، خليكم معانا. زي ما قلنا لكم الفقره دي هيكون معانا فنان قرر ان هو يخلد اشهر المشاهد الكوميديه في الاعمال المصريه بطريقته الخاصه، ويمكن الفنان والرسام اسلام فكري قرر ان هو يخلد ويرسم 100 مشهد كوميدي برسومات الكاريكاتير او فن الكاريكاتير. كمان ليه اعمال كتيره جدا في الاعلانات التوعويه ورسومات ليك اشهر الكليبات الموجوده، كمان هيكون ليه مشروع مهم جدا في السينما المصريه الفتره اللي جاية. تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها من فناننا اللي منورنا في إين بوكس النهاردة إسلام. ازيك يا إسلام؟ أهلا وسهلا. إيه الأخبار يا إسلام؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله زي الفل. احكي لنا إسلام، إيه القصة معاك؟ يعني بدأت إمتى ترسم المشاهد بقى والأفلام الكوميدية أو الدراما بشكل عام؟ أوكي، والله هو الموضوع بدأ من 5 سنين. يعني لاحظت ان في اندثار شويه لثقافه الرسوم المتحركه او فن الكاريكاتير بالثقافه المصريه، تمام، وطبعا بقى في هجوم بقى من الغرب طبعا، كرتونز كتير جدا، فقررت ان انا اناقش شويه مشاكل الشعب المصري، تمام، زي ما كان استاذ مصطفى حسين بيعمل، تمام. فقررت ان اعمل صفحه على الفيسبوك اتكلم فيها عن الموضوع ده، وبدات بقى يعني اناقش مشاكل الشعب المصري، تمام. وبعد كده اتجهت يعني قلت طب ما احنا ناخد الموضوع من بشكل كوميدي، يعني لا يعني من قصرها يعني ان احنا نروح للافلام اللي فيها الكاركترات دي. يعني احنا عندنا طبعا ممثلين عظام وجسدوا كذا كاركتر من الشعب المصري. بس ودي كانت نقطه الانطلاق. طب ايه اول مشهد رسمته كان عن ايه؟ كان الكتكات. كان الراحل محمود عبد العزيز. انا بالنسبه لي الكتكات حاله خاصه، يعني فيلم احنا كلنا مصدقينه، يعني احنا مصدقين ان هو اعمى ومصدقين ان صديقه الاعمى ومصدقين ابنه ومصدقين الحاره المصريه كمان، يعني ما كانش ديكور ولا حاجه، لا ده كانت حاره بالفعل يعني. فكان الفيلم ده مؤثر فيا جدا. مؤثر فيك. طب اسلام، يعني الكاريكاتير اصلا هو فن ساخر ومش سهل ان حد ممكن يعرف يشتغل عليه او يعمله، يعني هل درست الموضوع؟ بداته ازاي؟ ولا هي بالفطره موهبه؟ والله هي بالفطره مع دراسه مع ممارسه مع خبره، يعني حاجات كتير جدا مع بعضها. والحمد لله يعني قدرت ان انا اوصل للاين اثر في الناس شويه. وكان طبعا الفضل الكبير فيه للشارع المصري بصراحه. يعني انت عندك لما تنزل الشارع المصري هتلاقي فيه كاركترز كتير جدا، هتلاقي فيه بياع البطاطا، هتلاقي فيه بياع ربوبات، مشاهد حقيقيه قدامك بالظبط، كل حاجه من دي حكايه اصلا. احنا معانا على الشاشه فيديو كده وانت بترسم لن اعيش في جلباب ابي. بالظبط. طب قول لي ايه تاني اشهر المشاهد اللي عملتها وحبيت ان انت تخلدها يا اسلام؟ والله هي كانت اكتر حاجه كان عمل كمان رد فعل كويس مع الجمهور كانت المسرحيات. رسمت مسرحيه المتزوجون، رسمت مسرحيه العيال كبرت، رسمت كان لسه اخر حاجه امبارح كانت سك على بناتك. طب هل انت بترسم يعني المسرحيه بمشاهدها ولا ابرز المشاهد اللي علقت مع الناس اكتر؟ لا حاجه الناس كانت بتحبها. احنا بنحاول يعني مثلا حضرتك شايفه النموذج ده، احنا بنحاول نعمل ككونسبت ارت يجمع ما بين كل العناصر او كل الشخصيات. كل الشخصيات يعني. ما هو العناصر بتبقى يعني الشخصيه بتبقى عناصر في اللوحه. تمام. بشكل يكون احترافي شويه متقن، وبيبقى مجمع كل العناصر بشكل يجذب الجمهور يعني. يعرفك المسرحيه كلها. انت عالمي يا اسلام. الله يكرمك والله بجد. يعني كل مشهد من دول او كل مسرحيه من دول بتعبر فعلا يعني عن كل حاجه في حياتنا، انت عرفت توظفها من خلال الرسم ومن خلال كمان الصوره اللي معانا. طب اسلام، يعني صوره زي دي بتاخد معاك وقت قد ايه؟ والله هو الموضوع في استجلاب الفكره بيبقى اكتر، يعني انت مثلا ممكن تقعد تحضر للفكره فتره كبيره، تشوف المسرحيه مره واثنين وثلاثه، تشوف حركه جسمهم ازاي، بيتفاعلوا ازاي مع بعض، الديكور ورا، شكل الالوان. طب انا هقف عند الحته دي. يمكن يا اسلام انت قلت لي ان انت بتجمع العناصر كلها في رسمه واحده. ليه بتتفرج على المسرحيه اكتر من مره؟ ليه بتركز مع الحركات مع ان هي ممكن تبقى رسمه الهدف منها مثلا تخليد مسرحيه علمت مع المصريين بشكل كبير جدا، مسرحيه كانت كوميديه حلوه قوي ناس كانت بتضحك كل ما بتتفرج عليها، ليه بتركز في التفاصيل اكتر؟ ما هو حاله النستولوجيا دي بتبقى عنصر من العناصر. لازم ان انا اقدم اللوحه متقنه،
يعني العناصر مسلمه بعضها ازاي جوه اللوحه، الفوكس فين والان فوكس، الالوان وورم او كولد، كل ده انت ما بتشوف في الاخر كمشاهد اللوحه دي ممكن ما تاخديش بالك شويه من الموضوع ده، بس هو بيخش على طول يعني عندك على الصميم. بالظبط، بس انت عندك تفاصيلك الخاصه. بالظبط كده. بالظبط. اسلام، انا شايف ان انت بتستخدم اساليب حديثه في الرسم بتاعك، يعني مش زي زمان مثلا الفنانين بتوعنا كان دايما الريشه او الورق القلم بتاعهم دايما هو اللي بيعبر عن الرسومات دي. الاسلوب ده عباره عن ايه؟ بتعمل ايه؟ ده اسمه ديجيتال بينتينج. ده انت بتتعامل مع الكمبيوتر على انه سكتش، تمام، وبتنقي الوانك زي ما انت عاوز، وكل حاجه معاك، عاوز خشب فيه، عاوز فيلوماستر، عاوز زيت، كل ده بيعتمد على التكنيك اللي انت بتشتغل بيه. تمام. فطبعا التكنولوجيا والحاجات دي كلها سهلت علينا. زمان انت عشان تجيب الالوان دي كلها وتقعد تخلط وكده فتاخد وقت يعني جبار. طب ايه الاسهل، الرسم على الطبيعه والورق ولا الرسم على الديجيتال؟ والله هي مش اسهل واصعب، هو حسب التكنيك اللي انت بتستخدميه. يعني لو انت عاوز ترسم حاجات بتكنيك الديجيتال بحيث مثلا الالوان تبقى واضحه شويه، التكتشر بتاعها واضح شويه، بتستخدم الديجيتال. وفي ناس بتستخدم التراديشنال وبتحوله للديجيتال، يعني بعد ما بتخلص اللوحه بتدخله على الديجيتال تعالج فيه حاجات وكده. تمام. ايه اكتر صوره بالنسبه لك شايف ان هي عملت صدى مع الناس على السوشيال ميديا او ما نزلتها؟ المسرحيات بصراحه على طول. يعني دي كانت اكتر حاجه لمست الناس، لمستني انا اصلا شخصيا يعني بعد ما اتفرجت عليها. حلوه جدا بيني وبينك، تعمل حلوه قوي. بجد والله. يعني احنا صغيرين كان مثلا يوم العيد انت عارف ان انت هتشوف في كده كورس بتاخده من المسرحيات معين. اسلام، احنا معانا صوره الفنان يحيى الفخراني على الشاشه. كان دكتور يحيى الفخراني. دي كانت مسرحيه كينج لير ولا ايه؟ لا، ده في كان برضو رسمه كنت عاملها له وداخل بيها مسابقه وسلمتها له يعني شخصيا والحمد لله. قال لك ايه؟ وايه بقى؟ قال لك ايه؟ رد فعله كان ايه؟ لا، اتبسط جدا الحمد لله. هي حلوه جدا. هي جميله. فيها تفاصيل كتير. ده البورتريه، في كمان بقى صوره ثانيه برضو رسمها له بشخصياته كلها على المسرح. طيب، عايز اعرف منك التفاصيل نفسها، يعني انت بتقول ان الموضوع التنفيذ الفكره نفسها او الفكره نفسها انت بتقعد تحضر لها بتاخد منك وقت. قد ايه؟ والله دي مش محدده بشيء، يعني انا ممكن اشوف المشهد خلاص انا لقطت اللي انا عاوزه منه فابدا انفذ فيه، ابدا بقى احضر ادواتي وابدا اشوف الستايل اللي انا هشتغل بيه، ابدا اعمل دي الصوره بتاعت دي شخصيات يعني عارف دي شخصيات شخصيات صحيح شخصيات الفنانين. هنا كل عنصر برضه مسلم التاني بنفس الاسلوب اللي انا بشتغل بيه. حماده عزو. أيوة. كينج لير. والنوس. والنوس. صح؟ لا مش والنوس اللي هو قبل كينج لير اللي لبس اسود. واللي في الاخر ده اللي هو لما كان فيلم الكيف. صح. على الكرسي. لا، كل شخصيه بتعبر عن نفسها. كمان الوانك حلوه يا اسلام. ده كان مسلسل رائع، بس كمان الالوان مبهجه فيها تفاصيل كده مختلفه في فن الجرافيكس. هو ده ملوش دعوه بالجرافيكس اكتر ما له دعوه بالدراسه. انت كلنا نفسها. بقى يعني الالوان مثلا عشان انا استخدم الوان مع بعضها ده بيبقى ليه قواعد او يعني شبه قواعد عشان ملوش قواعد صعبه مع الفن. يعني انت مثلا هتستخدم لونين مع بعض ايه هما اللونين اللي هتستخدمهم مع بعض؟ تمام. فهتستخدم مثلا الازرق والاحمر، طب دول هيدلوا على ايه؟ تمام. طب الازرق والاخضر، طب دول هيدلوا على ايه؟ وكل بقى يعني في مدارس كتير بقى الالوان وكده. يعني دي كلها صور حقيقيه انت عملتها بالظبط؟ هي دي بقى كانت في فتره يعني الدراسه. تمام. اللي انا خدت كده في الاول فتره دراسه عشان اقوي التكنيك بتاعي في الشغل. طب قول لنا، لما بدات تنشر صورك على السوشيال ميديا ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ والله الحمد لله كانت لطيفه جدا. يعني وفي ناس يعني في فنانين ادوني فيدباك كويس زي استاذ احمد امين. وطبعا كانت سبب ان انا اعرف احمد مكي يعني ونتعامل مع بعض وكده، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن توتا. يعني كذا فنان، محمد ثروت. ومعانا فنان احمد مكي على الشاشه. حلوه جدا. طب يا اسلام، هل هي كلها يعني افكار بتجيلك من المشاهد، من الافلام، من الحاجات اللي احنا بنحبها، ولا انت برضو ممكن تعمل حاجه من وحي خيالك؟ لا، في حاجات عملتها كانت بتعبر بقى عن الشعب المصري. يعني مثلا كان في لوحه رسمها عن هجره الشباب، في لوحه رسمها عن اختلاف الثقافات ما بين الحاضر والماضي. عن صراع اكل العيش كده يعني. طيب لو رجعنا تاني بقى للفنان احمد مكي، عشان كانت صورته معانا من شويه واحنا عرفنا ان انت تعاونت معاه في كليب اخر شقاوه. احكي لنا عن تفاصيل التعاون ده. انا لما رسمت له الصوره اللي هي على الشاشه دلوقتي دي وصلت يعني مع الشير وكده وصلت له على الموقع بتاعه. اتصل بيا دكتور نهى اللي مع فنان احمد مكي ورحت عملت معاه لقاء.
كان يعني طبعا لقاء جميل جدا. هو شخص لطيف جدا جدا يعني. فعجبه ستايل الشغل وكده وحب ان احنا نعمل حاجه جديده. فدخلنا بقى في عملنا الكليب بتاع اخر شقاوه بنفس الستايل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ستايل الشارع المصري، الكاركتر المصري، الاهتمام بتفاصيل الكاركتر المصري. يعني كان سكتشات واخدت حركه موفمنت خفيفه كده. الفكره دي كانت بتاعتك انت ولا قعدت مع ميكي لا طبعا هو كانت كانت الفكره كلها قايمه على الاغنيه، هو كان كاتب الاغنيه. ف لا اللي هو اللي المفروض يعني الافكار اللي اتحطت على الورق دي المفروض قعدت مع حد عشان خاطر تطلع الافكار دي ولا لا؟ هو سمعني الاغنيه تمام واداني بقى هو عاوز يقول فيها ايه. كان بدايه اللاين من عنده طبعا لان هو كمان هو اللي كاتب الاغنيه فهو اللي عارف الموضوع بيتكلم عن ايه. فبدات بقى نعمل سيرش كده بسيط تمام اجمع فيه شكل الناس اللي بتتعامل بالشكل ده اللي بيستخدموا الاساليب دي في حياتهم اسلحه بتاع كده يعني. فبدات ان انا ادور وجبت ماده كويسه اشتغلت بيها والحمد لله الكليب عجب الناس. طب كلمنا بقى عن المشروع المهم اللي اتكلمنا عنه في السينما، ايه اللي بتشتغل عليه الفتره الجايه؟ ده متحف السينما المصريه. ده هيبقى متحف هيحتفظ بالتراث اللي قبل كده واللي موجود دلوقتي بتاع السينما المصريه. طبعا تابع للاستاذ هشام سليمان. هو لما شاف برضو الشغل على الفيس وكده ف اتكلمني رحت له. طبعا يعني هو حد فوق المحترم بكتير يعني. وقدر دايما هو داعم لكل الموضوع. طبعا جدا جدا هو داعم ليهم بشكل كبير جدا جدا. وبعدين عرف بقى يوظف الموضوع فين بالظبط. فاتفق معايا ان احنا هنعمل الافيهات دي بشكل انيميشن تمام، يعني الصور هتبقى كمان متحركه ان شاء الله. وهنشوف بقى مثلا حاجه زي ابن حميدو وحاجه زي طاقيه الاخفاء. حلوه دي قوي. حلوه قوي. فهتشوف يعني حاجه محترمه. لا ده امتى الكلام ده؟ والله ما قال لي. ده حلوه الفكره دي عجباني. طب عشان نقول للناس ونيجي. يعني عايزين برضو تفاصيل اكتر عن المشروع، انتوا بتشتغلوا على شخصيات مؤثره بصي في السينما. هو المشروع كبير جدا تمام، انا جزء منه. انا عايز اعرف الجزء بتاعك. الجزء ده هو سايبه لي بصراحه. يعني هو قال لي، هو لما شاف الشغل فقال لي بص احنا هنعمل، فرجني على حاجات هو كان عاملها برضو للإفيهات وكده تمام، وقال لي احنا عاوزين نحاول دي بقى لايه لصوره يعني. فبدات انا ارسم في الصور تمام، وبعد كده قلت طب هنعمل تجربه لطيفه كده. ف بالاستعانه مع صديقي اسمه عادل سيد، هو انيميتور يعني بيحرك، فحركنا المشاهد دي وبعتها له فعجبته جدا. فقلنا لا نقوم بقى ونزل بقى البرومو كان على الفيسبوك انتم شفتوه بتاع متحف السينما يعني، وكان عظيم في الجزء ده. يا رب توفيق باذن الله. اسلام شايف ان احنا يعني متاخرين شويه عن المفروض على الرسوم المتحركه بشكل كبير، يعني المفروض كنا من فتره كبيره نشتغل على الرسوم المتحركه والكرتون، والله ولا احنا ماشيين بالمعدل الطبيعي دلوقتي؟ لا هو يعني انا مثلا لو جيت سالتك انت ايه الكاركتر الكرتون المصري اللي معلق معاك، انت هتقولي بكار. طبيعي. طب من بعد بكار لغايه دلوقتي هتلاقي في جاب كبير جدا، يعني في فراغ كبير ما فيهوش حاجه علمت مع الطفل المصري. وده خلى بقى يعني طبعا ادى مساحه كبيره جدا لدخول بقى هو كان في فيلم المفروض كرتوني او انيميشن كان اللي هو لسه نازل في مهرجان قريب. ده كان الاول فيلم مصري بالنسبه لنا وتم انتاجه مره اخرى وكان في فنانين قدام كانوا شاركوا في الفيلم ده. بس ما كانش واخد الطابع المصري. كان واخد طابع العربي اكتر. لا الحاجات الخياليه اللي هو زي مثلا سندباد زي هو اسمه الفارس والاميره. فهو بيتكلم على الحقبه الامويه تقريبا او العباسيه مش فاكر بالظبط. فطبعا ده بعيد عننا يعني. احنا محتاجين حاجات للاطفال يعني يفهموها بتبقى سلسه وسهله عليهم يعني. بالظبط. طيب اسلام انت يمكن عملت حاجات كمان ليها علاقه بالظروف اللي احنا عايشينها اللي هي الكورونا، وكان في تعاون مع شركه يعني معروفه عن الوصم اللي هو وصم ان حد يصاب بالكورونا او الكلام ده، كلمنا عن تجربتك في الاعلان ده. هم تواصلوا معايا وكانوا عاوزين حاجه بتتكلم عن التنمر ضد مرضى كورونا. يعني انت مثلا مريض بالكورونا فتعرفت ان انت مريض بالكورونا فنزلت الشارع فواجهت طبعا حمله شرسه جدا مع الظروف اللي موجوده دلوقتي اللي كله يعني شايفها على السوشيال ميديا او على التلفزيون او حتى احنا بنلتفسها في الشارع يعني. فحبوا هم يعملوا حاجه ضد للتوعيه. حاجه توعويه يعني. بالظبط. طب معلش برضه هرجع تاني لسؤالي اللي قلته من شويه، هل انت ما فكرتش يعني تخلق كده شخصيه خياليه الاطفال يرتبطوا بيها زي مثلا سوبرمان زي باتمان، الشخصيات دايما اللي هي معلقه معاهم وكل حاجه دايما تلاقيها ان هم بيتكلموا عن القوه وعن ان هم دايما اقوى حاجه،
ما فكرتش في حاجه مصريه تعملها؟ والله هو بس الاختلاف هنا في البطوله، يعني هم عندهم سوبر اللي هو سوبر مبدا السوبر باور. يعني هم فكرنا في رجل العناب فكرنا في رجل العناب يا فهمي. والله كان حلو، كان حلو. هو حلو بس احنا عندنا مثلا البطوله، انا بالنسبه للبطوله البطوله المصريه مثلا بتبقى عن ايه مثلا حد. طب احنا بص يعني انا اسفه اني اقطعك، بس احنا معانا صوره تحفه، بوجي جانج، عصابه بوجي. حرام عليك. يعني بوجي وطمطم عم شكشك هو اللي زي العربيه بقى ومقطع الدنيا ومكسر الدنيا. الموضوع ده بس دي برضه ليها بعد برضه، يعني الصوره كده انت تشوفيها تضحكي بس هي برضه فيها بعد. طب ايه بعدها؟ زمان اختلف طبعا. يعني انت بالظبط، يعني انت دلوقتي دول احفاد بوجي وطمطم مثلا؟ لا خالص، هم كبروا طبعا واجهوا ظروف الحياه، فطبعا قال لك لا انا هاخدها بالظبط. طب وعم شكشك بيسوق العربيه؟ اه بالظبط، يعني هو حتى يعني حتى الناس الكبيره انخرطت في الـ في, في, في اللي بيحصل. اه طبعا طبعا. معانا كمان الليله الكبيره. دي طبعا يعني بس دي ما اتغيرش فيها كتير، هي هي. لا بالظبط، صح يعني دي نفس بس فيها. كان تحويل الستايل رمضاني شويه بالظبط. حزا القوم الكبير، شخصيات الكبير احمد دي كانت في، كنت عامله فيه راس السنه برضو ان هم قاعدين يعني مع بابا نويل وكده. حلوه قوي. حلوه فكره، حلوه برضو معاك ان هو زارهم في المزاريطه مثلا او كده. كشري سرحان دي كانت لما كان بيقول له اه بالظبط. ايوه الناظر طبعا، انت شايفني بتاع كشري يا صلاح. ايوه ده تحفه، خليت بتاع كشري حلو الافيه ده. في ايه تاني؟ على ايه تاني برضه؟ ده لما كان لمبي بيعلمه الصياعه بالظبط. المشهد ده كان تحفه بصراحه. ما هو دايما تلاقي يعني اللي انا عاوز اقوله، احنا ممكن نعمل يا جماعه كرتون مصري بس يعني ده كده ده دول النجوم. دخلت على الاكشن بقى. امير كراره رمضان دي كان في رمضان كده، لاحظت ان كلهم عاملين شنب جمعتهم يعني كلهم في صوره واحده بالظبط. ده كان السائل. دي مسلسلات رمضان برضو الفنانين دي برضو كنت حاجه عاملها لطيفه كده يا فنان محمد ثروت. برضو كاركتر محمد ثروت حلو طبعا. دي زكية زكريا. يا نجاتي، نجاتي هو نجاتي سابها واخد البالين وطار بقى خلاص، نفخ البالين وخدها وطار. عشنا برضو احداث حلوه مع ابراهيم نصر الله يرحمه. طبعا خيالك حلو يا اسلام، ورسوماتك حلوه وتصميماتك كلها رائعه، وبالتوفيق دايما يعني. احنا للاسف وقتنا خلص، بس احنا اتبسطنا واستمتعنا برسوماتك، ومن تالق لتالق ان شاء الله دايما ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا اسلام، ابهجتنا والله. الله يكرمك، التوفيق يا رب ليك ان شاء الله. شاكرين جدا. شكرا يا فاروق. شكرا جدا يا مروان. لسه مكملين مع الناس. أيوة أيوة لسه أيوة. موجودين. لسه بس هنروح لفقره تعيش صح ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات انبوكس. يلا بينا.